بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بمنتهى البساطة الانر ليبل بتسمح لك بإضافة نص داخل السويتش للدلالة على حالاته. حالة السويتش حاجة من اتنين، إما إن هو يكون أكتف أو إنه يكون إناكتف، يا أون يا أوف. الحالة الأولى راح نستخدم فيها الكلاس سويتش دوت أكتف، ودي راح تظهر لك كلمة محددة حضرتك بتكتبها للدلالة على ان السويتش ده فعال، وطبعا هياخد اللون الازرق ده الافتراضي بتاعه. الحالة التانية راح نستخدم فيها الكلاس سويتش انكتف، ودي راح تظهر لك كلمة محددة حضرتك بتكتبها للدلالة على ان السويتش ده مش فعال وهياخد اللون الرمادي. الحالتين دول يا جماعة بيتحطوا داخل الليبل بتاع السويتش. نعملهم ازاي؟ بمنتهى البساطة انا عملت السويتش بتاعي واديته لارج ورجعت الانبوت تايب للتشيك بوكس يا شباب، وعندي سبام وكتبت فيه مثلا نص زي انت بتحب الويب ديزايننج، وهروح اعمل ايه؟ هروح اعمل كنترول دي مرتين بعدد الحالات اللي انا هعملها، فاهمني؟ اوكي طيب، الاجابات بتاعي هتكون الحالة الاولى يس ودي في سبان لوحدها، والحالة الثانية نو ودي في سبان لوحدها. إيه طيب الكلاسات بتاعي، الحالة طبعا انا ممكن اكتب اغير فيس زي واكتبها اي حاجة تانية، فاهمني؟ يعني انا اللي بحدد النص اللي انا هيظهر معايا في حالة الاستجابة لما تكون اكتف اور ان اكتف. تمام، الكلاس بتاعي يا جماعة هيكون عبارة عن السويتش هايفن اكتف. في الحالة دي النص ده راح يظهر لما يكون السويتش اكتف، ومعناه اني انا موافق، فاهمني؟ طيب الحالة التانية هيبقى انا هاخد الكلام ده بكبي وهيبقى سويتش ان اكتف. تمام، لو انا عملت كنترول اس كده ورحت شفت عملت ايه بريفريش هناك، الاقي ادي في حالة اللي هو مش اكتف، فاهمني؟ وده الافتراضي ان النص ده لو انا عايز اكتبه كده بيجي اكتف وبيجي الاوبشن بتاعي يس. طبعا انا ممكن احدد النص اللي انا بكتبه بناء على السبام اللي ما بين نصين، السبام بدايه ونهايه. يا شباب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.